إذا للحديث عن مختطفي صقلاوية وتجاهل السلطات الحكومية لمطالب الكشف عن مصيرهم ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. أستاذ ضياء مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، أكثر من 7 سنوات مرت على جريمة مختطفي صقلاوية، لماذا يبقى مصيرهم معلقا بهذا الشكل المؤلم لذويهم أستاذ ضياء؟ السلام عليكم وتحيات الجميع. المشكلة هنا ليست توقع، يعني هي المشكلة الأولى والأخيرة عند الحكومة العراقية، ولكن الحكومة العراقية ليس لها سلطة على هذه الميليشيات. نحن نعلم أن الميليشيات الموجودة المسلحة الموجودة في العراق هي تابعة للأحزاب السياسية، يعني المتنفذين في الحكومة العراقية أشخاصا هم المتنفذين، وهم يعلمون بمصير الناس المختطفين المحتجزين عندهم، لأنه هم يختطفون بعض الأحيان من السجون، من السجون الحكومية اللي تابعة لوزارة العدل، يخطفوهم ويتأخذهم الميليشيات. هذه تحدث عدة مرات في هذه المناطق، وخاصة في الصقلاوية، أنه المختطفين هم من قبل الميليشيات، والميليشيات هي تابعة للأحزاب. المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر وإلى آخره من المنظمات ليس لها إمكانية الدخول إلى سجون الميليشيات. الميليشيات لها سجون ولها معتقلات، ويحكمون بالحكم العشوائي ضد هذه الفئة وضد هذا الشخص، وهذه الأمور خارجة عن نطاق الحكومة. الحكومة لا تعلم بهذا وتعرف من هم القاتلين، ولكن لا تتجرأ أن تجلب هؤلاء إلى القضاء العراقي. السبب لأنهم من يقف خلف هذه العصابات هي الأحزاب السياسية المتسلطة على أرقام العراقيين من بداية 2003 ولحد هذا اليوم. يعني كلهم الأشخاص الموجودين اللي هم يقولون إحنا أبرياء، لا، هم ليست ببريئين، هم مسؤولين عن الإجرام والقتل. نعم. العراقيين. طيب أستاذ ضياء، هذه الميليشيات، نعم أستاذ ضياء، كما ذكر في التقرير، يعني جرى اقتياد مئات الأشخاص من منازلهم على أساس التدقيق الأمني، ومن ثم يعودون إلى منازلهم. لكن السؤال ربما نطرحه هنا، لماذا لا تتعامل الحكومة مع ما جرى على أنه جريمة اختطاف وإخفاء قسري؟ ما سبب في ذلك؟ لأنه الأحزاب السياسية والمتسلطين هم الذين يملكون هذا. أولا ابتزاز العوائل، عوائل الضحايا، وحتى يعرفون أنه مصير أبنائهم. ونحن نعلم أنه هذه الابتزاز لابتزاز العوائل، أنه يريد يجيب لهم رسالة أو إلى آخره، وخبر من ابنهم مقابل مال أو مقابل تنازلات أخرى. نعم. ومع الأسف حتى تنازلات بمسائل العرض. هذا يحدث في العراق. المتمسك الأول والأخير للحفاظ على هذه المجموعة هم الأحزاب السياسية والمتسلطين ورؤساء الأحزاب السياسية كلهم. أستاذ ضياء، من الذي أعطى الميليشيات كل هذه الصلاحيات بحيث تمكنت من الاعتقال مواطنين، وطبعا دون إذن قضائي، والتحقيق معه وسجنه وصولا إلى إخفائه قسريا؟ من الذي أعطى كل هذه الصلاحيات؟ حقيقة الصلاحيات والدعم هو دعم إيراني، وبالإضافة من الدعم الإيراني دعم المرجعيات اللي هي موجودة، المرجعيات الدينية الموجودة في العراق من جميع الجهات بأطرافها، بكل أطرافها. هذا الدعم الذي تواجه الحكومة العراقية، الحكومة العراقية مؤسسات فاشلة، القائمين عليها فاشلين، لا يمكن أن يقوموا بعمل أو تغيير أي شيء بالعراق ما دام الميليشيات موجودة في هذه المناطق، وهي التي تتحكم بالقرار السياسي الموجود بالعراق. يعني القرار السياسي ليست ملك الحكومة العراقية، وإنما ملك الميليشيات. والميليشيات نحن نعلم جيدا من حزب الله وإلى آخره من الميليشيات الموجودة في العراق هي تابعة إلى إيران، هي جزء من إيران وجزء من الحرس الثوري الإيراني. هل يمكن تحميل منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية الدولية ما يجري لمختطفي الصقلاوية أستاذ ضياء؟ نعم، أكو هناك يعني حقيقة أكو مباحثات دولية بشأن المختطفين وبشأن كل الانتهاكات بحقوق الإنسان في العراق، وأكو زيارات للحكومة العراقية واللقاءات قاعد يصير بالمنطقة الشمالية في العراق.
ليتباحثون كيف ممكن إخلاص، لأنه المجتمع الدولي حقيقة ومع الأسف يريد أن يحافظ على هذه الحكومة بسيئاتها. طيب وهذا اللي هذا المتضح أن كمنظمات مجتمع مدني نعمل من أجل إصلاح العراق، ولكن المجتمع الدولي بالأكمل يريد يحافظ على هذه المجموعة السيئة للحكم والتسلط على أرقاب العراقيين. هذا الإخفاء القسري يعني حول هذه القضية إلى قضية وأيضا إلى ورقة سياسية، مع هناك حديث من قبل الحكومة لنواب هذه المناطق بضرورة نسيان هذه القضية، ولكن هل يمكن التغاضي عنها بكل هذه السهولة أستاذ ضياء؟ حقيقة البرلمان العراقي، وهو من ضمنهم رئيس السيد رئيس البرلمان، هو بأحد اعترافاته يقول أنا أتحدى أي واحد أنه يروح إلى جرف الصخر ويسأل هناك من يعمل في جرف الصخر. يعني هذا رئيس البرلمان يتكلم، إذا كان نائب في البرلمان ماذا يعمل؟ حقيقة البرلمان بالعراقي فقط يسلمون الرواتب والمخصصات والمميزات الأخرى، لا ليس إلا احنا يعني ما يصير نجي نقول ذولا سياسيين وممكن يحركون شيء، ابدا لا يحركون شيء، ولا اللي يحرك شيء هو الشعب العراقي ليس الا. أستاذ ضياء، ألا يجب على المنظمات التابعة للأمم المتحدة مثلا جنين بلاس خارت أن تتدخل في معرفة مصير مختطفي الصقلاوية؟ هل لديها القدرة على ذلك؟ نعم، احنا حتى انا تكلمت مع كثير، كنت في جنيف قبل فترة قصيرة وتكلمنا مع المسؤولين في حقوق الإنسان مع المفوضية، يعني كانت هناك تجاوب كبير، ليست فقط على المفقودين والمغيبين، وإنما حتى على الذي لا يملكون الأوراق الرسمية، والحكومة العراقية تمتنع عن إعطائهم الأوراق الرسمية بثبوت شرعيتهم كأنهم عراقيين. لكن المجتمع الدولي يعني يسمع هذا ويتكلمون بهذا، وحتى الحقوقيين ومن ضمنهم الأمريكان الذين يشتغلون بالمنظمات الحقوقية يعني يستغيثون من أمريكا حتى تعينهم على هذه المحنة الموجودة فيها الشعب العراقي. عبر سكاي، عبر سكاي من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري، شكرا جزيلا لكم.